من مطار ورزازات قامت طائرة عسكرية من طراز شينوك تابعة للقوات المسلحة الملكية بعملية استطلاع دقيقة لتحديد الأماكن المحتملة لإنزال المساعدات الإنسانية التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، كما قامت بتحديد المناطق المحاصرة بالثلوج والتي تتطلب تدخلا عاجلا مع تحديد المعابر والمسالك التي يمكن إعادة فتحها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين نتيجة موجة البرد المفاجئة التي اجتاحت الإقليم. وتم تحديد مكان مناسب لنزول الطائرة يتوسط مجموعة من الدواوير يسهل إيصال المواد الغذائية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للسكان. بفعل عملية اليوم كتجسد العمل الإنساني ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن اللي كيتميز بعمل وتدخل ديال القرب اللي كيمشي وكيوصل الإعانة الإنسانية للأسر المستفيدة فين ما كانوا وكيف ما كانت الظروف، بالأخص في هذا الكونتكست هذا ديال هذه الأيام الأخيرة اللي شفت فيه هذه المنطقة هذه تهطل الثلوج قوي وانقطاع بعد الطرق، بحيث هذه المنطقة هذه معروفة بأن غوليف مونتانيو اللي صعيب جدا، دونك الولوج ديالو صعيب، ولكن هاد الشيء كيوري واحد الميزة ثانية هو التنسيق والعمل اللي كيتم مع جميع المتدخلين لتسهلوا المؤسسة الولوج للأسر اللي كتعيش بعيد.